السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في شهادة البكالوريا. اليوم إن شاء الله تعالى كاينة ندوة يوم 12 جويليا و 13 جويليا. فيما يخص الطلبة اللي بعثوا لي وقالوا لي أنه في الموقع كاسبين 13، هذاك ليس موقع رسمي. الموقع الرسمي هو لوزارة التربية الوطنية وبالإضافة أيضا إلى صفحتها، يعني إذا ما نشر والو الموقع تاع الوزارة ولا الصفحة الخاصة بها ما تصدقوا حتى خبر. اتفقنا يا طلبتي الأعزاء؟ يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح، هي وزارة التربية الوطنية الموقع تاعها ولا الصفحة تاعها فقط. اليوم سأتكلم عن معدل النجاح، أنه وزير التربية الوطنية فصل في القضية وقال أنه معدل النجاح 10، ما كانش مبرر هكذا صرح أنه نخفض معدل النجاح. بالنسبة لتوقعات، هذه توقعات النقابة أنه نسبة النجاح لا تفوق 61%، قال لك ما تفوقش 61%، هذه توقعات نقابات التربية. فبالتالي هو أنه معدل النجاح رسميا 10، وهذا حسب تصريحات وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، لأنه الكثير من الأسئلة تصلني حول هل هنالك معدل 9 أو لا. فبالتالي معدل النجاح 10، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، والنتائج راهي ما بقالهاش بزاف وتخرج إن شاء الله تعالى، لأنه ما كانش خبر رسمي حد الساعة. إذا جاء خبر رسمي راح ننشر لكم، وإلى اللقاء.